اهلا بيكو يا ابطال تانية ثانوي في فيديو جديد، وهو الفيديو الاول واللي هنتكلم فيه ان شاء الله على البلاي المسرحية او الستوري بتاعت كينج لير، طبعا اللي كتبها ويليام شكسبير. طيب خلي بالكو ان احنا هنعمل ان شاء الله ثانوي ملخص كده للبارت الاولاني اللي هو اكت 1 سين 1، يعني الفصل الاول المشهد الاول. طبعا احنا ملخصينه في 10 بوينتس، في 10 نقط تقدر تفهم اكت 1 سين 1 من خلال ال 10 بوينتس دول. بوينت نمبر 1، الستوري بتفتتح على ان في واحد اسمه جلوستر، وجلوستر ده كان عنده تو سونز، كان عنده ولدين ادجر اند ادموند، ولد اسمه ادجر وولد اسمه ادموند. ادجر واز ا يير اولدر ذان ادموند، يعني ادجر كان سنه أكبر من إدموند بسنة واحدة، يعني الاتنين قريبين من بعض في السن. Number two، the king decided to give his kingdom، طبعا الكينج اللي أنا بتكلم عليه كينج لير اللي هو بطل المسرحية أو بطل القصة، قرر إن هو to give his kingdom to his three daughters، قرر إن هو يوزع المملكة بتاعته للبنات بتوعه التلاتة، كان عنده تلات بنات. And the largest part to the daughter who loved him the most، وأكبر جزء للبنت اللي هي هتحبه الأكتر. خلي بالكو احنا ليه تعمدنا في الأكت 1 سين 1 نبتدي بالنقطتين دول في الأول، بوينت 1 وبوينت 2، على واحد اسمه جلاستر وعلى الكينج، لأن احنا عمدنا القصتين دول صغيرين ومتوازين مع بعض في نفس الوقت. الراجل جلوستر اللي عنده تو سونز اللي هم ادجر وادموند، وكينج لير اللي عنده الثلاث بنات واللي هنعرف اساميهم جونيرل وريجن وكورديليا. بعد كده بنعرف بقى اراء البنات في معامله باباهم او في كلمات الحب اللي هيوجهوها لباباهم. جونيرل ذا ايلدست اوف هير سيسترز، جونيرل دي كانت اكبر واحده في البنات، تولد ذا كينج ذات شي لافد هيم، قالت للكينج اللي هو باباها ان هي بتحبه more than health، اكتر من الصحة، beauty الجمال، and riches الثروة. وده كان كلام جونيرل لباباها. Number four، Regan told the king that his love was the only thing that made her happy. Regan البنت الوسطانية اللي هي التانية قالت للكينج باباها إن his love حبه was the only thing، كان الشيء الوحيد that made her happy اللي خلاها مبسوطة. بعد كده بقى جينا لرأي البنت الصغيرة اللي هي كورديليا. كورديليا the youngest daughter اللي هي البنت الصغرى told the king، راحت قايلة لباباها that she loved him as a daughter، هي بتحب باباها كابنة. She should love her father. A daughter should love her father. كبنت هي بتحب مين؟ بتحب باباها. يعني كواجب عليها انها تحب باباها. ما عرفتش تعبر يعني عن حبها المبالغ فيه اللي هي قالته لباباها، زي ما طبعا جونيرل وريجن اخواتها الكبار عملوا كده. Number six، the king was angry with Cordelia describing her as a cold daughter. وهنا الكينج كان متضايق جدا وكان غضبان قوي من كورديليا describing her، وهو بينصحها او بيوصفها ككول دوتر، كبنت اسيا. طبعا بسبب طريقة التعبير عن حبها ليه ما كانتش زي جونيرل وريجن. Point number seven، the king decided to divide his kingdom between جونيرل and Regan. وهنا الكينج قرر ان هو يقسم المملكة ما بين جونيرل وريجن، واكيد طبعا كورديليا مش هيبقى ليها اي نصيب في المملكة بتاع باباها. Point 8، Kent described the king as a foolish man after what he had done with his three daughters. وهنا كان عندنا servant خادم ولويال فريند صديق وفي وامين اسمه كنت، ده كان صاحب لكينج لير. طبعا وصفه بالغباء، he told him that he was a foolish man، رجل غبي، after what he had done with his three daughters، بعد اللي عمله مع الثلاث بنات، ان هو صدق جونيرل وريجن للفولس words of love، للكلمات المزيفة او الكلمات الغير حقيقية بالنسبة لحبهم ليه. وطبعا ما صدقش كورديليا، بس just ان هي she couldn't express herself، ما كانتش عارفة تعبر عن نفسها.
Point number 9. The king sent Kent away, giving him 5 days to leave the kingdom or he would be killed. وهنا الكينج بعت كنت بره، يعني طرده بره، واداله 5 days، 5 ايام، to leave the kingdom، علشان يسيب المملكة وإلا هيتقتل. وده طبعا بعد ما وجه له فكرة الغباء، او ان هو طبعا اتهمه بانه ما كانش عارف يوزع المملكة صح وفقا لكلمات الحب المزيفة. Number 10 واخر نقطة في Act 1 Scene 1 هنا. The king of France agreed to marry Cordelia. طبعا الكينج بتاع فرانس وافق ان هو to marry Cordelia، ان هو يتجوز Cordelia. And took her with him، وخدها معاه to France، لفرنسا، where she would be the queen of France، لان في الوقت ده اولاد كان في Duke of Burgundy، كده كان في واحد كان عمدة او مسؤول عن مقاطعة اسمها Burgundy، كان متقدم لكورديليا في نفس الوقت اللي كان King of France متقدم ليها. ولكن بورجندي ده أول ما حس إن كينج لير منع وهيحرم كورديليا إنها تاخد الميراث بتاعها سابها ومفضلش إن هو يكمل معها. ولكن كينج أوف فرانس was a good person، كان شخص كويس، when he was ready، لما كان جاهز إن هو to complete his life، إنه يكمل حياته مع مين؟ مع كورديليا. طبعا he decided to get married to كورديليا، قرر ان هو يتجوز كورديليا. Whatever she was poor، برغم ان هي كانت فقيرة. And she wouldn't take anything from her father، مش هتاخد اي حاجة من باباها. And she would be sent away، وطبعا هتطرد برا المملكة. وده كان ملخص Act 1 Scene 1 لكينج لير. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.